السورية. لجميل بعد لقائه الحريري الجهد منصب على تحقيق الشراكة والمحافظة على 14 من أذار والمصلحة الوطنية. 50 قتيلا في مصر منذ إعلان حال الطوارئ والمئات يتظاهرون في قناة السويس تحديا لمرسي. أردوغان في الدوحة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام والأزمة السورية عنوان لقاءاته. هذه الأخبار وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، كونوا معنا.